الثامنة بالتوقيت العالمي الموحد، مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار من قناة الموريتانية، والبداية مع العناوين. الجمعية الوطنية تصادق خلال جلسة علنية على مشروع قانون يضبط إنتاج وتسويق التبغ ومشتقاته. مدينة واديبو تحتضن عدة أنشطة تتضمن وضع وتفعيل خطة عمل من أجل تحسين جودة الأخطبوط. أكثر من 50 شهيدا فلسطينيا بينهم 6 أطفال وآلاف الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وتمديد دولي واسع بقرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس. أهلا بكم إلى التفاصيل. صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع قانون يتعلق بإنتاج وتسويق التبغ ومشتقاته، ويهدف مشروع القانون إلى حظر إشهار التبغ ووضع شروط من أجل التحسيس بأضراره. بالإجماع صادق نواب الجمعية الوطنية في جلسة علنية تولى رئاستها السيد محمد اللبيلي لرئيس الجمعية مشروع القانون المتعلق بالتدخين، وهو مشروع القانون 166/18 متعلق بإنتاج التبغ ومشتقاته وإراده وتوزيعه وتسويقه وإشهاره وترقيته واستهلاكه. وقبل نقاش مشروع القانون، قدم مقرر لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية النائب شدو المحمد المختار تقرير اللجنة الذي تضمن مشروع القانون أسبابه ودواعيه وردود وزير الصحة وتوصيات اللجنة بشأنه، قبل أن يفسح المجال للسادة النواب الذين تحدثوا عن أهمية القانون وعن ضرورة التعاون ما بين المشرعين والسلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والصحافة للعمل على تطبيقه سعياً للحد من الأخطار الناجمة عن التبغ وعن المواد المشابهة له كالمخدرات والمسكرات. وأكد عدد كبير من النواب على أهمية دور التوعية والتحسيس وإصدار فتاوى دينية كجزء من حملات التوعية الضرورية في هذا الإطار. وزير الصحة السيد كان بوبكر رد على مختلف مداخلات السادة النواب وعلى الإشكالات والمقترحات التي تقدموا بها، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى الحد من أضرار هذه المادة الصحية والنفسية والاقتصادية والتي ثبت علميا خطورتها على حياة الناس، مؤكدا على دور التحسيس والإعلام في توضيح تلك المخاطر التي تترتب على استعمال مادة التبغ على الفرد والمجتمع. إلى مدينة واديب، حيث بدأ وزير الصيد والاقتصاد البحري صباح اليوم في مدينة واديب عدة أنشطة تتعلق بقطاعه، حيث أشرف على انطلاقة أشغال أعمال اللجنة المكلفة بوضع وتفعيل خطة عمل من أجل تحسين جودة الأخطبوط، كما ترأس الوزير الدورة الثانية للمجلس الاستشاري الوطني لاستصلاح وتنمية الثروات السمكية. جودة وقيمة مضافة لمصيدة الأخطبوط الذي يمثل ما يزيد على 80% من صادراتنا البحرية، يتنعقاد أعمال اللجنة المكلفة بوضع وتفعيل خطة عمل من أجل تصحيح وضعية ذوي الأذرع الثمانية. وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني والأسروقة رفقة والي داخلة واديب السيد محمد واللحمة السالم والمحمد رارة أشرف على انطلاقة أعمال اللجنة المركزية واللجان الفرعية التي تهدف إلى ترقية وتدمير المنتوج البحري من الرأس قدميات. وفي هذه الإطار عددنا اللجنة على المستوى المركزي ترأسها المفتش العام وفيها المديرين المعنيين وفيها الاتحادية الوطنية للصيد وفيها اتحادية السماكين للمستوى الوطني. هاي لجنة مركزية ولها يتفرع منها 4 لجان حسب المحاور اللي قلنا، وخليناهم هم يكونوا اللجان نفسهم. والمطلوب انهم يعطونا خطة عمل متكاملة فيها الأنشطة، فيها الزمن، فيها المالية، الميزانية المعنية به، ليعطوهن سابق في مدة أقصى شيء شهر. وطالب هون من إدارات معنية في مستوى الإدارات العمومية وطالب من الفاعلين أننا نتعاون كاملين على الهدف باش نبلغوا الهدف اللي يخدم المصلحة العامة ويخدمهما أولا، لأن عند الحمد لله سمعة زينة أن أخطبوطنا من أجود الأخطبوط الموجود، ذلك يعود لمنطقتنا الخالصة.
وتعنى اللجنة المذكورة واللجان الفرعية بالعمل على تحسين طرق الاصطياد والمعالجة والتحويل والتخزين والمناولة والحفظ، مع ضمان مراجعة نظام تصنيف المنتوج في البحر وعلى اليابسة، فضلا عن تكريس أفضل الممارسات الصحية لجودة المنتج البحري. وفي نشاط ذي الصلة، كان وزير الصيد والاقتصاد البحري قد ترأس قبل ذلك أشغال الدورة الثانية للمجلس الاستشاري الوطني للاستصلاح وتنمية الثروات السمكية بخفر سواحل موريتانيا. واستعرض المجلس خلال دورته حصيلة نتائج صادرات قطاع الصيد البحري في الفصل الأول من سنة 2018، وكذا المصادقة على خطة استصلاح مشروع الأخطبوط. كما ناقش المجلس أيضاً قضايا تتعلق بمناطق الصيد وطرق استصلاح الثروات السمكية. المجلس الاستشاري هو هيئة تعنى بتقديم الاقتراحات والاستشارات حول الاستراتيجيات المتعلقة باستصلاح واستغلال المصايد، ويتم انتداب أعضائه 16 على مدى 4 سنوات. نلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تستعرض الجوانب المختلفة لعملية رمضان التي دأبت السلطات على تنظيمها لدعم السلع الاستهلاكية الأكثر استخداما تزامنا مع الشهر الكريم. نظمت وزارة البترول والطاقة والمعادن ورشة عمل حول حكمة النفط والغاز، واستهدفت الورشة مناقشة مستقبل قطاع النفط والغاز والطرق التي يمكن للدولة الاستفادة القصوى من هذه الموارد. شكلت ورشة العمل حول حكمة النفط والغاز فرصة لمجموعة واسعة من المختصين بالمجال لمناقشة مستقبل قطاع الغاز والنفط في بلادنا، وإبراز أفضل الطرق الكفيلة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الموارد من خلال الحكامة الرشيدة. الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والنفط السيد كارل عثمان ذكر في كلمة له بالمناسبة أن اكتشافات الغاز الأخيرة في مشروع حميم تفتح آفاقا جديدة لبلادنا، متمنياً أن تثمر أعمال اللقاء الحالي توصيات واقتراحات واضحة وعملية تأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجعة في هذا المجال. وقد مكنت جلسة عمل حكامة النفط والغاز من إجراء حوار مفتوح مع مجموعة واسعة من الحضور، حكومة ومجتمع مدني وإعلاميين وأوساط أكاديمية وقطاع صناعي، لطرح الأسئلة على خبراء جامعة أوكسفورد الذين حضروا لهذه المناسبة. احتضنت ساحة مركز تكوين المعلمين بمقاطعة عرفات عاصمة ولاية نواكشوط الجنوبية حفلا تم فيه توزيع نسخ من مصحف بوصيرة الإلكتروني بصيغة برايل لصالح مجموعة من المكفوفين كانت قد شاركت في مسابقة جائزة عبد الله المطوع للقرآن الكريم وعلومه. المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حيا هذه المبادرة الرامية لتمكين الجميع من حفظ كتاب الله العزيز. وقد تميزت فعاليات هذا النشاط العلمي بكلمة لرئيس مركز تكوين العلماء والمدير العام للمركز ممثل هيئة عبد الله المطوع الكويتية، بينت أهمية هذه المبادرة. شهدت مقاطعة الإكسر بولاية نواكشوط الغربية صباح اليوم فعاليات يوم تربوي نظمته مفتشية التهذيب الوطني على مستوى المقاطعة. وقد تميز هذا اليوم بعديد الأنشطة والفعاليات، كما تم خلاله تكريم أطقم الأسرة التربوية في المقاطعة. برفع العلم الوطني خفاقا في سماء المدرسة رقم 1 بمقاطعة الإكسر على أنغام إشبال مدارس المقاطعة، طلقت فعاليات اليوم التربوي الذي نظمته مفتشية التهذيب الوطني في الإكسر تحت شعار إعداد أجيال المستقبل مسؤولية الجميع، وذلك بحضور السلطات الإدارية والبلدية في المقاطعة. وقد هنأ رئيس رابطة آباء التلاميذ في الإكسر الأسرة التربوية بهذه المناسبة، منوها بعناية السلطات العليا في البلد بالتعليم. Gracias.
وتخللت الحفل عدة فعاليات أداها تلامذة مختلف مدارس المقاطعة، ناقشت العديد من القضايا الثقافية والاجتماعية، وعكست المستوى المعرفي لتلاميذ مقاطعة الإقصر. يختتم الحفل بتكريم المتفوقين من التلاميذ والمتميزين من الآباء والمعلمين على جهودهم المميزة في خدمة العلم والمعرفة. احتضنت دار الشباب بحي الترحيل في مدينة واديبو مساء أمس ندوة نقاشية حول دور الإعلام في التنمية السياسية، منظمة من طرف فرع اتحاد إعلاميات موريتانيا ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للصحافة. ونشأت الندوة من طرف إعلاميين وناشطين تطرقوا لجوانب الموضوع، حيث تمت إثارة مواضيع التأثير في الرأي العام الوطني وتنمية قدرات الجماهير على إدراك المشكلات بوضوح والقدرة على تعبئة الموارد لمواجهة مختلف التحديات، فضلا عن تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية في إطار الدولة. وأبرز المتدخلون الدور المتنامي للإعلام في العملية التنموية والوضعية السياسية والحالة العامة الساكنة في ظل التفاعلات الاجتماعية والسياسية ضمن السياق العالمي، أبرز معطيات تختلف كلية عن العهود السابقة. ودعا المتحدثون خلال الندوة التفاعلية وسائل الإعلام إلى لعب دورها كضامن لشفافية تسيير شؤون الدولة وتكريس رقابة المواطن وزيادة اهتمامه بالشأن العام. من النشاط الحزبي في هذه النشرة، نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مساء أمس مسيرة راجلة في العاصمة، انتهت بمهرجان جماهيري في ساحة ابن عباس. شارك في هذه المسيرة قادة المنتدى ومناضلو الأحزاب المنضوية تحت لوائه. وخلال هذا المهرجان أوضح رؤساء التشكيلات المكونة للمنتدى مواقفهم من القضايا العامة في البلاد في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة رئيس حزب اتحاد قوى التقدم السيد محمد المولود أوضح التوجهات العامة للمرحلة المستقبلية للمنتدى. أولا قيادة المنتدى محييتكم كاملين، محييتكم على تجاوبكم مع هذه الدعوة لهذه التظاهرة الاحتجاجية، محييكم ومشجعين الشعب الموريتاني الانتخابات القادمة فرصة للتغيير. المنتدى قرر المشاركة في هذه الانتخابات، هذه هي الرسالة اللي نختار نقول لكم ونختار للتعبئة تستمر من أجل أولا أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة لغير سابق لكامل إنقاذ سكاننا في الريف من المجاعة ومن حيوانهم اللي يتعرض للنفوق والكف عن تضييق الحريات وعن متابعة المعارضين في الداخل والخارج، وكذلك حل مشكل المستشفيات، المفاوضات مع الأطباء من أجل حل مشكل صحة. كذلك مطالبين بعلن يعود هناك سياسة جديدة لمكافحة الفساد، لأن الفساد هو اللي مخصر على موريتانيا. نريد التغيير، نختار هذا التغيير يعود بأشكال ديمقراطية وسلمية، وإن شاء الله هناك لا يخدم خلال الانتخابات القادمة. نبقى مع النشاط الحزبي، حيث نظم حزب التحالف الوطني الديمقراطي مساء أمس بمقره في مقاطعة تفرغزينة أمسية سياسية أشرف عليها رئيس الحزب السيد يعقوب اللمين. خلال هذه الأمسية تطرق مناضلو الحزب لمستجدات الأنشطة التي ينظمها الحزب في مسعى منه لاستقطاب أكبر عدد من المنتسبين، كما تطرقت المداخلات للوضعية السياسية الراهنة في البلد وتبيان موقف حزبهم منها. رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي الدكتور يعقوب اللمين دعا في كلمته بالمناسبة الفاعلين السياسيين إلى التريث عند اتخاذ القرارات والمواقف المتعلقة بالمصلحة العامة للبلد. أقول لكم في الماضي قبل الحوار قلنا أن جميع الطبقة السياسية وخاصة زملائنا في المعارضة اللي قاطعوا الحوار أنهم دور يشاركوا في الانتخابات القادمة، وبدوا يقولوا انهم لا يشاركوا. انا هنا ماني لايبهم
ونادي شاكر نفسي قال نختار نقول الطبقة السياسية أنهم يحترموا عقول الموريتانيين. الاستخفاف بعقول الموريتانيين أكثر هو استخفاف بأنفسهم. حد يقعد يشارك أصلا ولا يشرع نتائج حوار بالمشاركة في انتخابات قادمة، كان الأفضل أنه يشارك في الحوار يعزز المكاسب اللي حصلوا عليها الزملاء في المعارضة. والله ما يلعب اختروا استراتيجية، يرى استراتيجية المقاطعة نوع من الضغط. هذا ما اللي يقوله يعترف فيه، يقال انه يتهم زملائه واصدقائه في الضرب وحلفائه في الغد يدعون ان شاء الله منهم مهرولين ومنهم ماشيين دفاها ومنهم ماشيين يشرعوا، هو الواهب نفسه يشرعها. هذا نوع من الاستخفاف بزملائه واستخفاف بالمواطنين، وانا اربع بهم وراجلهم والمستقبل. خطاباتهم السياسيه تكون فيها نوع من الاحترام والتقدير لزملائهم التامين، ونحن بعد الاخص نقدر ونحترم جميع السياسيين. كما نظم حزب العدالة والمساواة مساء أمس بمقاطعة دار النعيم ندوة فكرية تحت شعار العدالة والمساواة للجميع ضمان للاستقرار والوحدة الوطنية. حضر الندوة وطول الحزب ومناضلوه على مستوى المقاطعة، وتطرقت المداخلات إلى دور قيم العدالة والمساواة في توطيد السلم والاستقرار الاجتماعي في البلد، وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع، وضرورة ترسيخ هذه المفاهيم. رئيس حزب العدالة والمساواة أوضح خلال كلمته بالمناسبة دور العدالة والمساواة في تعزيز الاستقرار. راني مشرف بحضور هذه الكوكبة من الأطر لحزب العدالة والمساواة في دار نعيم من أجل التفكير معا حول قيم العدالة والمساواة، ومن أجل المشاورة ونشر وتعميق هذه القيم. إياك تقوي الوحدة الوطنية وتوطد الاستقرار والسلم الاجتماعي في وطننا العزيز. نحن في حزب العدالة والمساواة عرفنا مبكرا أن هذا هو الرهان في هذا البلد، العدالة والمساواة. لا بد من مجتمع يتوحد. نحن في حزب العدالة والمساواة هذا هو الفكر اللي مأسسين عليه عملنا السياسي ومجهودنا الفكري. مشاهدينا الكرام، من الشان السياسي الى الشان الاقتصادي، وارحب بزميلتي الغاليه متى مرشين والمشهد الاقتصادي. مساء الخير زميلة الغاليه. مساء الخير محمد. مساء الخير مشاهدينا الكرام. اخبار الاقتصاد بعد الفاصل. مشاهدينا، نبدأ أخبار الاقتصاد بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250%، وقال وزير النقل المصري إن الزيادة في أسعار تذاكر المترو تأتي في إطار استكمال خطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق الحكومة المصرية برنامجا اقتصاديا يرتبط باتفاقية وقعتها عام 2016 مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمدة 3 سنوات بقيمة 12 مليون دولار، يشمل تخفيضات في الدعم المقدم للطاقة لتعويض العجز في ميزانية الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب.
تقسمت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون خبرتها في مجال السياحة خلال الاجتماع الوزاري للسياحة الذي افتتح مؤخرا. وبحث الممثلون من وزارة السياحة لدول الأعضاء الثمانية في المنطقة الاتجاه المستقبلي للتعاون وخطة العمل المشترك لتحسين الخدمات السياحية. كما يهدف الاجتماع إلى تقوية التبادل والتعاون في مجال السياحة بين الدول الأعضاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها. فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. سيدنا ختام أخبار الاقتصاد، عودة إلى محمد بديدي وباقي النشرة، إلى اللقاء. شكرا زميلتي الغالية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نشرتنا تتواصل لكن بعد الفاصل. ملفات الإخبارية تتابعونها كل أسبوع في نشرات الأخبار على قناة الموريتانية. تتوفر بلادنا على ثروة حيوانية هائلة تشكل مصدر عيش للعديد من المواطنين وتعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. وانطلاقا من هذه الأهمية أطلقت الدولة لسنة 2018 برنامجا خاصا بدعم المواشي لرفع التحديات المتعلقة بتأثيرات نقص الأمطار. يأخذك المشهد وأنت تقترب من سوق بيع وإصلاح الأجهزة الإلكترونية. أمواج بشرية من مختلف الأعمار والأجناس، ضجيج وصخب يخترق الأذان، بيع وشراء وإصلاح للأعطاب الفنية للإلكترونيات ضمن حركية اقتصادية نشطة. معالجة مهنية لمواضيع مهمة تأتيكم ضمن الملفات الإخبارية كل أسبوع. مشاهدينا الكرام من جديد، دوليا في هذه النشرة، استشهد اليوم أكثر من 50 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأصيب الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 13 صحفيا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مليونية العودة في ذكرى 70 لنكبة فلسطين. ويعد هذا العدد الأكبر في صفوف الشهداء خلال يوم واحد من انطلاق مسيرات العودة في 30 من مارس الماضي. وتحدث جيش الاحتلال عن قتل 3 فلسطينيين، قال إنهم كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة على الحدود في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة. وفي موضوع متصل، نددت العديد من دول العالم بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ونفت بريطانيا وجود خطط لنقل سفارتها لها أسوة بأمريكا. كما نددت روسيا وتركيا وإيران والأردن بالخطوة الأمريكية، في حين أعلنت جامعة الدول العربية عزمها عقد اجتماع على مستوى المندوبين الأربعاء القادم في بعد عام ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة، اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت. أعلنت الشرطة الأندونيسية مقتل أربعة انتحاريين في هجوم نفذ في وقت مبكر من صباح اليوم على مقر الشرطة في مدينة سويريا با، ثاني أكبر مدن إندونيسيا. وصرح المتحدث باسم الشرطة الأندونيسية بأن 4 مهاجمين على متن دراجات نارية قتلوا في الهجوم، بينما نشت فتاة كانت برفقتهم. أضاف المصدر العسكري أن الهجوم أوقع 10 جرحى على الأقل، وأن التحقيق جاري للتأكد من هوياته. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الموجز الرياضي، وأرحب بزميلي محمد أبو الطلحة. تحية رياضية يا زميلي محمد. محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أخبار الرياضة بعد الفاصل. حقق المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 عاما فوزا ثمينا على نظيره لغيني بنتيجة هدف دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الشيخة والبودية في نواكشوط لحساب ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب التي ستقام في النيجر 2019، وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 19 مايو الجاري في كوناكري. لا أقل من شهرين من الآن
هنا وبذات الملعب ها هم شباب المرابطون يتقفون الأثر ويحققون الفوز على الضيف القادم من العاصمة القينية كوناكيري رغم فارق المناسبتين. الكبار حققوا الفوز وديا ضمن أيام الفيفا فيما حقق أشبال المدرب المالي بايبا الفوز هنا أمام شباب المنتخب القيني ضمن منافسات الدور الثاني لكأس الأمم الإفريقية للشباب أقل من 20 عاما. المنتخب الوطني للشباب أهدى الفرحة من جديد للجماهير الرياضية الوطنية بعد أن وزعها خلال الدور الأول بين نواكشوط والرباط وذلك عبر فوز مستحق في لقاء الذهاب أمام ضيفه القيني بعد أن تمكن الثلاثي فودي وتجدي وكمرا من رسم وصناعة وتنفيذ هدف اللقاء الوحيد. الهدف الذي رفعه فودي وتابعه تجدي وسدده بقوة وإحكام كمرا في الدقيقة 27 سيمنح أفضلية الدخول إلى لقاء الإياب في المباراة القادمة التي ستجرى مساء 18 من الشهر الجاري بالملاعب القينية لشباب المرابطين في انتظار إكمال مهمة العبور إلى نهائيات أمم إفريقيا للشباب النيجر العام المقبل. وفي السياق المتصل قال بيبا مدرب المنتخب الوطني للشباب إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ضيفه الغيني مكنته من الخروج بانتصار في ذهاب تصفيات بطولة أمم إفريقيا وأوضح با أنه لن يطمئن للمباراة المقبلة حتى لو كان فريقه قد خرج فائزا بأكثر من 6 أهداف في الماتشوط وحول إصراره على عدم تبديل لاعبين لم يظهروا بالصورة المطلوبة. خلال اللقاء قال المدرب إن لديه جهاز طبي يثق في كل ما يقوله ولم يطلب منه عدم إشراك اللاعب شكران العائد من الإصابة. وبخصوص المهاجم فودي تراورا قال المدرب صحيح أنه لم يتمكن من التسجيل كما كنت أتمنى لكنني أختلف مع الذين ينتقدونه لأنه أرهق دفاع الخصم كثيرا وهذا ما طلبته منه عند إشراك له وكان من الممكن أن أستبدله بلاعب آخر لكنني خشيت أن يكون أقل منه عطاء يقول المدرب المالي. نظم مركز تكوين نجم عرفات ليلة البارحة بالعاصمة حفلا بمناسبة تخليد الذكرى 10 لتأسيسه وقد تضمن الحفل تكريم عدد من لاعبي الفريق إضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول مسيرة النادي وأهم الإنجازات التي حققها منذ تأسيسه. نهاية أخبار الرياضة بعد الفاصل عودة إلى محمد البديدي. شكرا زميلي محمد والطلحة. وبأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام تتكامل عناصر هذه النشرة إلى التذكير بالعناوين. الجمعية الوطنية تصادق خلال جلسة علنية على مشروع قانون يضبط إنتاج وتسويق التبغ ومشتقاته. مدينة واديب تحتضن عدة أنشطة تتضمن وضع وتفعيل خطة عمل من أجل تحسين جودة الأخطبوط. أكثر من 50 شهيدا فلسطينيا بينهم 6 أطفال وآلاف الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي وتنديد دولي واسع بقرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس. مشاهدينا النشرة انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة فألتقيكم بحول الله عند منتصف الليل في عرضنا الإخباري الأخير. أما بعد قليل فستلتقون زميلتي الغالية متى مرشين في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء. تحية مني ومن الفريق العامل للقاء.